أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر المقبل، وقالت في بيان إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول مطلع نوفمبر. وأوضحت ويليامز أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لانتخابات في أقصر إطار زمني. كما افتتحت الأطراف الليبية عصر الأحد في القاهرة جلسة ما يسمى المسار الدستوري، وشدد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأكد كامل دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن نوايا مصر الصادقة في الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من طرابلس دكتور محمود الرملي الباحث والمتخصص في الشؤون السياسية. أرحب بك دكتور محمود. يعني الحقيقة لم نعد نقدر أن نتابع المؤتمرات واللقاءات حول ليبيا من برلين إلى بوزنيقة إلى تونس إلى القاهرة إلى مالطا. يعني ما الهدف من هذا التشتت والتشعب في هذه الاجتماعات في أكثر من مكان؟ نعم، شكرا بداية لإذاعتكم وللمستمعين والمشاهدين الكرام. نعم، هناك شبه إسهال فيما يتعلق بالمجتمع الدولي من ناحية الإجراءات أو الدعوات الرنانة التي تدعو الليبيين إلى حوار أو تحاول التوصيل لآلية حل إشكالياتهم. ولا أدري إذا كان المجتمعون أو الداعون يدركون حقيقة أن جزءا كبيرا من إشكاليات الدولة الليبية بدأ واستمر، وأعتقد أنه سيظل ما دامت التدخلات السلبية مستمرة بالدولة الليبية، فهم جزء من الإشكال ودعواتهم أيضا ليست حلا. من زاوية ثانية، دعنا يقول بأن تعددت المنصات منها مصر التي تعتبر شريكا لحفتر في عدوانه على الغرب الليبي، وأيضا من ضمن الدول الرئيسية المغرب التي استكمالا للحوار الصغيرات، وكذلك سواء في بوزنيقة أو غيره. ومن المهم هنا الإشارة أيضا إلى نقاط أخرى. يبدو دكتور محمود، يبدو فقدنا دكتور محمود الرملي، ربما نعاود التواصل معه. يعني بالفعل حقيقة يبدو أنه الملف الليبي دخل في متاهة، لا ينتهي اجتماع ومؤتمر بشأن ليبيا من قبل الليبيين إلا ونسمع عن مؤتمر آخر. دكتور محمود هل تسمعني؟ نعم أسمعكم. دعم، هناك أيضا روسيا دعت إلى 100 شخصية، وأيضا كثير من الدول الأخرى دعت، من ضمنها أيضا مالطا التي احتضنت أيضا اجتماعا. أعتقد جازما بأن هذه أو تعدد المنصات لا يخدم القضية الليبية، فما بينهم متقاسمون لكعكة أو لمصالحهم أو محاولون الحفاظ عليها بدل الحفاظ على ليبيا وحدة وشعبا وإرادة واتجاها، ولراهم الآن يتقاسمون هذا. ومن زاوية إذن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور محمود الرملي على ما يبدو. هناك مشكلة في الإنترنت لدى الدكتور محمود الرملي. على كل حال تفضل دكتور محمود. يعني أقول إن من المهم إدراك بأن الإشكال كبير، خاصة إذا تكلمنا على ما يتعلق بما يجري في مصر ما يسمى بالمسار الدستوري. كيف يعقل بأن يكون المسار الدستوري يترأس جلسة افتتاحه رئيس المخابرات المصرية؟ أعتقد بأن الموضوع حقيقة مختزل في اتجاهات أمنية ومحاولة للسيطرة على، وعلى الأمثلة التي ضربت والتي عرضت هي الصومال والعراق وأيضا بعض الدول الفاشلة. نتكلم على واقع الليبيون يريدون نجاحا ولا يريدون أنظمة ديكتاتورية على مقاس. طيب هذه المؤتمرات كلها دكتور محمود، هل هي استمرار أو امتداد لما جرى في بوزنيقة أم مفصولة عنه؟ لأنه كل مؤتمر أو كل اجتماع لا نسمع عن أي مخرجات عنه أصلا.
اللهم إلا بوزنيقة تكلموا على مخرجات ربما لم توقف أو تعتمد، وأما الآخرون من هم، كيف مثلوا، كيف تم دعوتهم، من الذي قبلهم، من الذي يجري ويجرى، وما موقف الأمم المتحدة، هي تقبل كل متحاورين أو كل جالسين في طاولة إلا الأرض الليبية، هناك ليبيون لا يدرون، وحقيقة الموضوع لا يدرى أين طرفاه. ومن زاوية عنصر الاهتمام نرى أنه لزاما على البعثة أن تحاول قدر الإمكان أن تضع أمام أو نصب أعينها واجب الشفافية والوضوح والإيضاح للليبيين من زاوية، وأن تكون التزاماتها بتحقيق نتيجة من زاوية أخرى وليس ببذل عناية، وأن يحاولوا قدر الإمكان الإفصاح على ماذا يريدون. يبدو أن التوجه إلى إمكانية إضعاف الكل من أجل ألا شيء ومحاولة الصيرورة إلى إدارة الأزمة بدل إنهائها لم يتجهوا إلى هذا، لم يتحدثوا على خليفة حفتر كمجرم، ولم يحاولوا إبعاده في المشهد وهو يقعقع بالسلاح ما زال. هذه نقطة جد هامة دكتور محمود. يبدو الوضع المشهد بعض القراءات ترى بأنه وكأنه ما يجري من حراك سياسي هو عبارة عن تضييع وقت أو تمرير وقت حتى يتم حفتر حشوده العسكرية لإعادة الكرة والهجوم على الغرب الليبي. إلى أي مدى هذا الكلام واقعي؟ أعتقد أنه أيضا من زاوية أخرى الولايات المتحدة ربما منكفئة على ذاتها في إطار الإعداد والاستعداد لانتخابات تجرى بعد الشهر القادم في 27، وهذا لزاما هنا التوجه إلى القول بأنه لن يحصل شيئا لأن العصا الغليظة التي تحاول بعض الدول استخدامها أو تستخدم هي بعض الدول هي الولايات المتحدة ومنهجها في الدولة الليبية أو فيما يتعلق باستقرار ليبيا، هو حقيقة قد وضح في المدة الأخيرة ومدعاة إلى القول بأن هناك توافق على ضرورة أن يكون هناك استهداء بتجارب سابقة وأن يكون هناك أيضا توجه لعمل سياسي منظم يحفظ استقرار ليبيا، وهذا لا يكون إلا بإبعاد الدول التي تتدخل سلبيا وعلى رأسها الإمارات ومصر والفاغنر وغيرها من الدول. من زاوية ثانية كثرت الدعوات، نتكلم أيضا على الرئيس الجزائري الذي دعا باليوم من الأمس إلى أن يكون هناك مبادرة جزائرية لحل النزاع الليبي، مالطا التي احتضنت أيضا مجموعة والمغرب وغيرها، الدعوات كثر والاجتماعات أكثر والنتائج أعتقد بأنها تكون جد ضحلة إن لم تكن معدومة. إلى أين نحن متجهون خاصة في ظل قارب تتقادم الأمواج نهر يرسو؟ أيضا من زاوية ثانية أنه لا الجوانب القانونية مسعفة ولا الواقع العملي الاقتصادي جيد، فهو النفط لا يزال شبه متحكم فيه مع رفع القوة القاهرة في بعض الموانئ وبعض الآبار، إلا أنه لزاما الصيرورة إلى القول بأن الليبيون يريدون حلا جذريا ينهي الأزمة وينهوا من سببها. نأمل ذلك.